نعم دكتور وائل، يعني اليوم يوم عرفة، لو تحدثنا عن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا متابعتكم في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام. الحمد لله، اليوم الأمور جيدة جدا ولله الحمد، لا يوجد لدينا أي حالات صحية تستدعي لا سمح الله التنويم أو الحجر. جميع الحجاج ولله الحمد سلبيين الفحص، صحة جيدة، وتوجهوا إلى مسجد نمرة وأدوا صلاة الظهر مجتمعين بنفس الاشتراطات الصحية داخل المسجد، من تباعد اجتماعي ومن مصليات خاصة تستخدم مرة واحدة فقط توزع للحجاج. كل هذه الأمور ولله الحمد تم تنفيذها بشكل احترافي رائع جدا دون وجود أي مشاكل لا سمح الله. وسينتقل الحجيج إلى مخيمهم، وبعد ذلك سيقوم بزيارة إلى جبل الرحمة للوقوف عليه والاستمتاع بهذا المنظر الرائع في هذا اليوم العظيم. نعم، طيب دكتور وائل، لو تحدثنا عن العيادات المتنقلة، نحن في موسم كل عام نتابع مع وزارة الصحة جميع الخدمات المقدمة لهم، الآن هناك عيادات متنقلة موجودة مع حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، تتنقل معهم أيضا إلى في جميع المشاعر المقدسة، حدثنا عن هذه العيادات وما تقدم من خدمات أيضا، خصوصا الخدمات الصحية المتوفرة على هذه العيادات. لدينا نوعين من العربات، العربة الأولى هي عبارة عن عيادات متنقلة تقوم بفحص الحالات الباردة من الحجاج، متواجدة قريبا جدا من مخيم الحجاج وتتحرك معهم خلال رحلة الحج. والعربة الأخرى هي عبارة عن مستشفى متنقل يحوي على 6 أسرة تنويم عالية، يعني بتجهيزات ICU عناية مركزة، وأيضا منطقة للكشف والإعطاء العلاجات السريعة، إضافة إلى تواجد الفرق الإسعافية من المكون من وزارة الصحة ومن إخواننا في الهلال الأحمر السعودي. كل هذه الخدمات تتحرك مع الحجاج في تواجدهم في مسجد نمرة، بعد ذلك في مخيماتهم، ثم تنتقل إلى مشعر مزدلفة بإذن الله، وستواكبهم حتى وصولهم إلى مشعر منى وإنهائهم لمراسم اليوم هذا بأكمله بحول الله. نعم، طيب دكتور وائل، يعني لو لا سمح الله يعني هناك اكتشفت حالة، ما هي الإجراءات المتبعة في المعتاد؟ لا سمح الله، نحن نعلم أن هناك متابعة دقيقة للحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسك الحج في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى إلى أن ينهوا حجهم بإذن الله سالمين غانمين. أنت ذكرت الإجراءات المتخذة في لفحص الحجاج أثناء تقديمهم للحج وإلى قدومهم، الآن لو لا سمح الله تم اكتشاف حالة، كيف سيتم التعامل معها؟ لدينا أماكن حجر مخصصة في منطقة عرفات، في مشعر عرفات مخيمات الحجيج، بعيدة جدا عن سكنات أو أماكن تواجد الحجاج السليمين. المراقب الصحي أو القائد الصحي لديه جهاز فحص حرارة ويتابع مجموعة من الحجاج، عدد محدد من الحجاج يتابعهم بشكل مستمر من خلال قياس درجة الحرارة ومتابعة ظهور أي أعراض لا سمح الله من كحة أو من ضيق في التنفس. في حال ظهرت الحالة سيتم عزلها مباشرة إلى المخيم المخصص، ومن ثم تؤخذ لها الإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من إيجابية الحالة أو سلبيتها. أما فيما يخص منطقة مشعر منى، سيكون عزلهم لا سمح الله في حال ظهور أعراض على أحد الأشخاص من الحجاج، سيتم عزله في فنادق مؤسسية تم توفيرها من قبل وزارة الصحة داخل منطقة مكة المكرمة وبعيدة عن سكن الحجاج بشكل كبير، حتى نتأكد من سلامته أو من إيجابية العينة. نعم دكتور وائل، يعني في الآن الحجاج في مشعر عرفات، نحن نعلم أن مشعر عرفات يتم فيه تنقل الحجاج من مسجد نمرة إلى جبل الرحمة، أيضا هناك أماكن مخصصة لإقامتهم، يعني هناك مساحة من أجل التباعد. إقامة حجاج بيت الله الحرام
سوف تكون في مشعر منى، ماذا أعددتم لوصول الحجاج، أيضا إقامتهم لمدة 3 أيام؟ هل هناك مثلا هناك إقامة محددة لكل حاج أم ماذا؟ في منطقة منى تم تخصيص الأبراج السكنية الموجودة في منطقة مشعر منى لتسكين الحجاج وفق الاشتراطات المعتمدة من مركز وقاية السعودي لجميع السكنات في المملكة، من حيث توفير المساحة الكافية لكل شخص تضمن له التباعد المكاني عن بقية الأشخاص ومن عدد الأشخاص في كل غرفة، إضافة إلى دورات المياه المستقلة وتقديم الوجبات بشكل معقم وعدم وجود مساحة للأكل الجماعي في جميع الأغراض التي تقدم للاستخدام للمرة الواحدة، والمراقب الصحي متواجد أيضا خلال تواجدهم. نعم دكتور وائل، اعذرنا، نحن يعني نركز على الحالة الصحية بسبب هذه الجائحة التي يمر بها العالم وأيضا هذا الحج الاستثنائي. نتحدث عن مزدلفة، اليوم سوف ينتقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة، سوف يكون هناك بعض الحجاج تنقل بالعربات، البعض يرغب في التنقل سيرا على الأقدام. لو تحدثنا عن تجهيزاتكم في مشعر مزدلفة بالنسبة للشؤون الصحية والمتابعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج هناك. في مشعر مزدلفة ستتواجد أيضا المستشفى المتنقل والعربة المتنقلة للعيادات، إضافة إلى الفرق الإسعافية من وزارة الصحة من الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى تواجد الأخوان المراقبين الصحيين مع الحجاج أثناء بقائهم في مشعر مزدلفة، ستقدم لهم جميع الخدمات الصحية المطلوبة في الموقع، وفي حال لا سمح الله ظهرت حالة اشتباه سيتم عزلها مباشرة بعيدا عن بقية الحجاج. نعم، إذن دكتور وائل المطير مدير دائرة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. العفو، جزاكم الله خير، شكرا لك.